عطشت وكسفت نادم على حد، لقيت نفسي قمت. نفذ الأمر؟ نفذ الأمر يا مولاي. غريبة. إيه الغريب في كده بيك؟ يعني إنه ينفذ الأمر بالسهولة دي بعد سنين الحكم دي كلها؟ راجل مسالم. لا ما أعتقدش. وهو فين دلوقتي؟ عند خليج السويس. وهو طالع على غزة تتعمل الحسبة ويتقتل وهو في عرض البحر. تمام يا فندم. بس ليه؟ أنت ما ينفعش تسألني ليه يا مملوك؟ فاهم؟ فاهم يا فندم. مين اللي عملك بيك وسمح لك تربي دقنك وعمل لك قيمة؟ أنت مولاي. لولا صالح القاسمي ما كانش يبقى فيه همام. هو اللي قوى شوكته وهو بابي رقبة همام. لا لا عاد، لا قومي قومي كفاية عاد. أقوم أعمل إيه؟ تمشي تمشي برجليكي على عباية همام. واه عباية همام. ما يدوش شافش قلبي عشان تمشي عليه. يسلم لي قلبك وعمرك وعافيتك يا أغلى الناس. يلا تعال تعال توحشت مشيتك. قومي تعال تعال امشي يمين وشمال، امشي على كفي حبيبي يا همام. الليلة دي بعنامش لحد الصبح. حاضر. واللي عينام قبل التاني يبقى ما بيحبهوش. اتفقنا.